تقليص البطالة في صفوف النساء هدف مركزي تقول الحكومة إنها تدمجه في الاستراتيجية الوطنية من أجل التشغيل. مؤدي النشاط ضعيف للغاية بالنسبة للقطاع النسائي، لا يتجاوز 25%، ماشي معقول في بلادنا القرن 21 خاصة المرأة تكون كتساهم في الحياة الاقتصادية، لأن ما يمكنش يبقى المغرب مصنف في المراتب الأخيرة على الصعيد الإقليمي. ضروري نفتحوا المجال للمرأة لولوج سوق الشغل، وخص يدار واحد المجهود كبير بالنسبة للتكوين والتعليم، لأن المستوى الآن ماشي هو اللي كيطلب به لا القطاع الخاص ولا القطاع العام. كاين الناس اللي كيطلبونا بأنهم كيبغيو كيعطيونا واحد لي بروفيل، كيقول لك بغينا دي سي في ولا دي بروفيل بغينا نخدمهم الشركات النسائية اللي معانا. إذا كنحاولوا باش نقلبوا لهم بعض المرات، وكنوجدوا صعوبات كبيرة، لأنه بعض المرات كتدوز لونتروتيان كدوزو 40 50 واحد باش تلقى واحد كتلقى واحد لو بروفيل اللي هو كيلائم لذاك الشغل، ذاك المنصب الشغل اللي بغيتي تخلق ليه.